قناتك إلى المعرفة. اكتسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام وجميل الاهتمام وصدق الاحترام وحسن المعاملة. الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك، بأخلاقك، بروعة ابتسامتك، لتكن غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. الشخصية القوية لا تعني أبدا التلفظ بالألفاظ السيئة، فالقوة حكمة وليست وقاحة. هناك خياران فقط: إحراز التقدم أو اختلاق الأعذار. لا تتحدث كثيرا، عندما تغضب وسيطر على كلماتك ولا تجعلها هي التي تسيطر عليك، فأغلب الكلمات التي تقال في لحظات الغضب يندم عليها قائلها. معاودة الكفاح بعد الفشل يشير إلى معدن الرجال.